معنا ايضا استاذ منتصر النبراوي رئيس مجلس اداره شركه تذكرتي. استاذ نبراوي، تذكرتي بتلعب دور مهم جدا مش بس في الدوري، ايضا في مباراه مهمه زي بكره لعبته قبل كده في افريقيا في كاس افريقيا. بكره استعداداتكم ايه؟ اهلا وسهلا مدام لميس. احنا بكره جاهزين ان شاء الله، بكره من الساعه 12 البوابات هتتفتح الساعه 12، كل ستاف تذكرتي موجود جاهز لاستقبال واستقبال المشجعين ولحد ما يوصلوا لاماكنهم ان شاء الله. لو في حد لسه ما حجزش يقدر يحجز اونلاين ولا ده لسه، ولا خلاص التذاكر خلصت؟ احنا ايه 5000 بكره مش كده؟ لا يقدر يحجز يا فندم، لسه في تذاكر يقدر يحجز. لسه في تذاكر.